هي من الحسيمة، فبعد الدار البيضاء ثم طنجة. وفد من وزارة الداخلية يعقد جلسة عمل مع رجال السلطة والمسؤولين الجهويين بإقليم الحسيمة لدراسة الوضعية الأمنية بهذه الجهة ومواجهة الجريمة بكل أنواعها، وكذلك لتبديد المخاوف التي يعيشها المواطنون مع انتشار الترهيب الإجرامي في عدد من مدن المملكة. روبورتاج فؤاد العزوزي وعبد العالي مكاوي. غير عادية صباح اليوم بمقر عمالة الحسيمة، والسبب اجتماع أمني موسع ضم كافة المصالح الأمنية بجهة تاز الحسيمة تونات لتدارس السبل الكفيلة لضمان الأمن والاستقرار للأشخاص والممتلكات. اجتماع ترأسه وزير الداخلية محمد حصاد تطرق بالإجمال إلى ثلاث نقاط جوهرية وأساسية. النقطة الأولى تتعلق بالتنفيذ الفوري للتعليمات الملكية السامية ولتتهم الأمن والاستقرار الساكنة وممتلكاتهم. النقطة الثانية هم التنسيق والتشديد على أهمية التنسيق ما بين جميع المصالح الأمنية على رأسها الإدارة الترابية، وذلك لوضع خطط واستراتيجيات للحد من جميع الظواهر ديال الشغب أو العنف. وأخيرا كان هناك التشديد على التصدي وبحزم لكل الأشكال اللي ممكن هذه الأشكال فيها الترويع ديال المواطنين. والحسيمة من بين المدن المغربية التي تتراجع فيها مستويات الجريمة إلى أقل من 40% مقارنة بباقي المناطق، لذلك فهي حاضرة تشعر سكانها وزوارها بالأمن والاستقرار. المدن يعني اللي يقدر الإنسان يخرج فيها في الصباح، يخرج فيها في العشية، يخرج فيها بالليل، يخرج فيها مع الفجر، يعني المدينة يعني آمنة، الإنسان كيتسارى بكل حرية. كنتمنى يعني أنه في المستقبل المجتمع خص يتحصن يعني من هذه الظواهر هذه، يعني عن طريق سلك يعني الطرق ديال التربيه يعني والتوعيه والتحسيس خاصه في الاوساط ديال الشباب. تعزيز الاحساس بالامن لدى المواطن الشغل الشاغل لكافه المصالح الامنيه التي دعت الى مقاربه تشاركيه واستراتيجيات جديده لمحاربه الجريمه، لعل شمس الامن تسطع معها لتجلي غيوم الجريمه عن سماء حواضرنا وقرانا.